جهود استثنائية بتقدمها مصر بقيادة الرئيس السيسي لوقف نزيف الدماء الناتج عن تصاعد الأمور بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، واللي تسبب في هجوم إسرائيلي شرس على قطاع غزة. وعشان مصر دورها محوري ومهم في إدارة ملف الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، استقبل سيادة الرئيس السيسي عدد كبير من الاتصالات من مجموعة كبيرة من قادة وزعماء العالم لبحث الحلول المتاحة للخروج من المأزق وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، واللي كان أبرزها اتصال من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وخلال الاتصال أعرب الرئيسان عن القلق البالغ تجاه تدهور الأحداث، مع التشديد على ضرورة تركيز جميع الجهود في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف. والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، واللي أكد زعيمان خلاله على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة. شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، اللي أكد حرص الجانب الأوروبي على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس السيسي حول الأزمة لإنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أعرب الرئيسان عن القلق البالغ من استمرار التصعيد الحالي وما يصاحب ذلك من تدهور شديد للأوضاع الأمنية والإنسانية. المستشار الألماني أولاف شولز تم التوافق على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف لحماية المدنيين وحقن الدماء. كارل نيهامر مستشار النمسا، واللي أكد للرئيس السيسي ضرورة دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، واللي بتطلب وقف التصعيد ومنع تدهور الموقف. الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليتس توافق الرئيسان في اتصالهم على أهمية تضافر جميع الجهود لحث الأطراف على تغليب مسار ضبط النفس والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين تبعات التصعيد. أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، واللي وجه الشكر للرئيس السيسي على الجهود التي تقوم بها مصر ودورها الكبير الساعي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، وخلال الاتصال أكد الرئيس وولي العهد على ضرورة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب صوت العقل منعاً لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تناول الرئيسان جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأكد أن إنهاء الصراع يأتي عن طريق إتاحة الأمل والأفق السياسي وتطبيق حل الدولتين. الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اتفق زعيمان على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد وضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استناداً على حل الدولتين. السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اتفق الزعيمان على أهمية توحيد الجهود لحث جميع الأطراف على التهدئة وخفض العنف، واستعرض الاتصالات الجارية في هذا الصدد. أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء الإيطالي، واللي أكد في لقائه بالرئيس السيسي على إن إيطاليا بتعتمد على دور مصر المهم والحيوي في هذا الصدد، أهمية العمل على وقف التصعيد وتحقيق التهدئة بين الطرفين. محمد شيع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق، تبادل وجهات النظر مع الرئيس السيسي حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع الجارية في المنطقة. أرسولا فون ديرلين رئيسة المفوضية الأوروبية، الاتصالها تركز مع الرئيس السيسي على التشاور حول التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية واستعراض جهود احتواء الموقف. مارك روتي رئيس وزراء هولندا، توافق الجانبين على خطورة النزاع الحالي لتبعاته الإنسانية الكبيرة على حياة المدنيين، فضلاً عن امتداد تداعياته الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها. ريتشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة، والاتصال توافق فيه الجانبان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.